أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم العم أبو علي صاحب أسواق الهدايا. نورتنا عمي أبو علي ونورت برنامج رواد الأعمال. الله يبارك فيكم. الله يخليك. النور من وجودكم. عرفنا أكثر عن شخصك الكريم. سهراب فرج الله عسكري. ما شاء الله. حضرتك كم سنة في داخل دولة الإمارات وشو سبب اختيارك لهذا المجال؟ والله من سنة 1973 أنا موجود هنا. ما شاء الله. ما شاء الله، يعني وقت طويل موجود في داخل الدولة. قريب 50 سنة. ما شاء الله. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في المركز. في المركز والله أنا بصراحة أدور، قبل الكورونا كنت مسافر، رحت الصين عشان نحصل بضاعة أرخص عشان نخدم الزبائن. أكيد. فالحمد لله البضاعة اللي عندنا قيمة كله مناسب، يعني كل شيء من 5 إلى 50 درهم، ما أكثر من هذا. ما شاء الله، يعني تنوع يعني في الأسعار مشان أنك ترضي جميع العملاء من جميع الطبقات. فعليا خبرنا أكثر عن المميز عندك عن باقي المنافسين في السوق في هذا المجال بالتحديد. والله في كثير، بس أنا الحمد لله المعرض اللي عندي بالنسبة من ناحية الوسع أكبر من كل معارض، لأنه عندي فوق 6000 متر مربع وتحت 5، يعني 11000 متر مربع في سقف واحد. ما شاء الله، يعني المساحة الواسعة، وهذا يدل على أيضا التنوع في البضائع المعروضة لدى أسواق الهدايا. في البضاعة اللي موجود من هون لآخر شيء فوق ولا تحت، كل عندي من 5 إلى 55 درهم فقط. ما شاء الله. فأنت ما بتشوف أي شيء هنا أكثر من 55 درهم. ما شاء الله عنكم، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. عم أبو علي، زورونا في أسواق الهدايا في مدينة العين. عمي أبو علي، حابين نعرف أيضا الهدف اللي رسمينه في السنوات القادمة. والله الهدف هذا هو إنسان يشتغل، يعني يجيب يحصل بضاعة رخيص كأنه يخدم خدم الناس. أكيد. فأنا بحب البلد هنا، والله يتولى أمر الشيوخ، عايزين نحن نخدم البلد، هذا أكيد. هو القصة الأساسي. طبعا طبعا أكيد طبعا، بما أنه نحن ذكرنا شيوخ دولة الإمارات وذكرنا. أمرهم إن شاء الله. أكيد يا رب، آمين. طبعا حابين ايضا نذكر الامن والامان، النعمه التي يحصل عليها جميع من في دوله الامارات العربيه المتحده. حابين نعرف ايضا رايك في موضوع الامن والامان وكيف بيساعد على انه يستقبل. الحمد لله عندنا امن وامان، انا قاعد هنا فوق 50 سنه، ما شاء الله، ما شفنا الا الخير. اكيد طبعا، من كل ناحيه، فالحمد لله البلد امن وامان. طبعا طبعا دائما. ونحب ايضا نوجه رساله شكر لشيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده من طاقم عمل برنامج رواد الأعمال. في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على وجودك معنا اليوم، على ظهورك. بارك الله فيكم أنتم. شكرا لك. حابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل. الموقع نحن في، يعني موقعنا معروف، أي واحد يقول أسواق هذا الآن كل الموجودين في مدينة العين كل يعرفون، لأنه أنا الحين من 20 سنة، في 22 سنة موجود هنا في نفس المكان. أول محل فتحت في المحل في العين أنا اللي فتحت. ما شاء الله عنك. من بعد هذاك اجى الهين وايد كثر الهين، ولكن اول شخص اللي فتح محل في مدينه العين في الصناعيه انا، لان اول يوم فتحنا المحل كل واحد يقول لي الزبون ما يجي هنا، نسوان ما يجون هنا، لكن الحمد لله اجوا. الحمد لله. ليش؟ لانه اسعارنا زين. طبعا طبعا، اسعار الرخيص كل واحد ينجح على اساس يصير ياخذ البضاعه. اكيد طبعا. عمي ابو علي نتشكرك مره اخرى على ظهورك معنا اليوم. حبيبي. طبعا جميع ارقام التواصل والموقع ايضا سوف يظهر اسفل الشاشه. طبعا اعزائي المشاهدين، زوروا اسواق الهدايا في مدينه العين في المنطقه الصناعيه، بتحصلوا على افضل الاسعار، واسعار تبدا من 5 دراهم الى 55 درهم برعايه العم ابو علي، وان شاء الله بتنوروا وبتشرفوه في اسواق الهدايا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز العم أبو علي. تابعونا كل جمعة وسبت. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم إن شاء الله. أمين. وشكرك لك أيضا. الله يسلمكم. الله يسلمكم إن شاء الله.